بده يطلع اغراض، هو اي بده يلبسها ما طلعها. انا الاعلم طلعت فجأة، مش يعني مع وقت، بس قبل ما نطلع كان حياة ابوي كان في الجامعة العربية بالشام، وكان ببيروت في كمان مكتب هون. اجا هو مختار البلد، حياة الوالد اجا هو مختار البلد، اجا قال لي لكم يا عمي احنا يعني يعني مسلحين ما فيش معنا خرطوش للسلاح، كيف بدنا ندافع حالنا؟ كيف بدنا نقدر نحمي حالنا؟ بدنا خرطوش، تعطونا شوية خرطوش. قالوا له لا، هسه بده ينزل جيوش عربية وتنزل تحمي فلسطين. صاحب حاله اجى هو المختار، ركبوا من كان ببيروت في خط بقولوا له العلمين، ركبوا واجوا فلسطين. وهن راكبين الشوفير اللي راكبين معه زلم كبير يعني، تحدث انه شو بدنا نقول للعالم هناك؟ لا ما ما ما, ما يعني شو بدنا نقول؟ لا بدنا نجيب سلاح ولا نجيب. قال له شو القصة؟ قالوا له هيك. قال إذا بتسمعوا مني، هو هذا الشوفير، بتسمعوا مني إذا عندكم أولاد صغار عندكم عجز اطلعوا ركبوه بالسيارات وطلعونا على لبنان.